ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من الحلقه اللي فاتت. قصتنا بعنوان اغتصاب وزواج اجباري بقلم الكاتبه الجميله فاطمه قنيبر. بس قبل ما نبدا، اللي مشتركش في القناه ينزل يشترك بسرعه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد بنقدمه. ويلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونكمل قصتنا. يلا قومي خدي شاور والبسي القميص ده. والنبي يا فارس سيبني ابوس ايدك يا فارس. قلت قومي وقامت فرح، ولكن وقعت على وشها. فقام فارس ومسكها وجرها وراه وفتح باب الحمام واتكلم وقال قدامك 5 دقايق وتبقي جاهزة. قال كده ورمى في وشها القميص وكمل كلامه وقال وابقى وريني سيمونير هيقدر يعمل ايه. اما فرح فقفلت على نفسها الحمام وبقت بتبكي على اللي وصلت له من اذى نفسي وجسدي، وقعدت على طرف البانيو وهي بتفكر هتلبس القميص العاري ده وتخرج له ولا لا. ولحظتها خبط باب الحمام واتكلم فارس بصوت عالي ايه ساعة بتلبسي؟ لو ما طلعتش خلال دقايق هكسر الباب وادخل انا البسهولك. فرح بتوتر بلبسه اه. فقامت فرح من مكانها لانه ملهاش مخرج من اللي هي فيه، وبقت بتدعي في نفسها ان ربنا ينقذها من ايدين المتوحش ده. ولبست القميص ولقته عاري جدا وقصير لدرجة فظيعة، وظاهر جسمها الابيض وجميع مفاتنها الجميلة. اما فارس فكان قاعد وبيشرب سيجارة ومستني خروجها. وبعد فترة شافها وهي خارجة من الحمام وبتداري مفاتنها بايديها في محاولة منها ان تخفي جسمها، ولكن فارس بص لها وكأنه بياكلها بعينيه. وبلع فارس ريقه وقام واقف وقرب منها شوية ونفخ في وشها دخان سيجارته واتكلم وقال اول مرة الاحظ انك جميلة للدرجة دي. ووضع ايده على كتفها وقرب منها وهو بيهمس في ودانها وقال اما دلوقتي فوريني مين هيقدر ينقذك مني. قال كده ورماها على الارض ونزل لمستواها. فبكت فرح وهي بتقول ارجوك انا حامل في ابنك، انا مستعد اخدمك وابقى تحت رجليك طول عمري، بس ما تقربش مني. وفضل يقرب منها وهي تبعد لحد ما شافت طبق فواكه وعليه سكين، فحاولت تمد ايديها عشان توصل لسكين بدون ما يلاحظ فارس، ولكن كان بعيد جدا وايديها صغيرة فما قدرتش توصل له. فاتكلمت بتوتر وهي بتحاول تمثل الدلع فارس ممكن نقوم على السرير؟ فبص لها فارس بصدمة ومش مصدق انها عايزاه زي ما هو عايزها، وفرح بالكلام ده وعشان كده بعد عنها ووقف وتدور عشان يطلع على السرير. ولكن انتهزت فرح الفرصة ومسكت السكين وغرزتها في ظهره، فاستدار تاني وتغير لون عينيه وبقت بتلمع وتكلم بآخر كلمات انتي يا فرح تعملي فيا كده. ووقع في الأرض وبقت تصرخ فرح بهستيريا وهي خايفة جدا. فجري منير على صوت صراخها لأنه ظن إن فارس بيضربها أو بيعتدي عليها، وحاول يفتح الباب ولكن ما فتحش معاه وعشان كده كسر ودخل. ولحظتها اتصدم لما شاف فارس مرمي على الأرض وسايح في دمه، وفرح قاعدة في زاوية في الأوضة وهي شبه عارية ومنكمشة في نفسها وبتبكي بهستيريا. وتوجه منير بسرعة لأوضة الهدوم وأخد درس منها ورماه على فرح بدون ما يبص لها وقال البسي بسرعة يا فرح، لازم نخرج من هنا قبل ما حد يجي ويبلغ الشرطة. فقامت فرح بتوتر وأخدت الهدوم
ولبستها ومسك منير يدها وخرجوا بسرعة من القصر اللعين ده، وركبت فرح معاه العربية وبعدوا من المكان. وفضلت تبكي بهستيريا وتقول أنا قتلته قتلته. اهدي يا فرح، لازم تهدي عشان اللي في بطنك. أنا عايزة أروح لبابا. ما ينفعش يا فرح، أكيد حد دخل دلوقتي الأوضة وشاف الجثة وبلغ، وبصماتك كمان على السكينة، يعني الشرطة هتدور عليكي، فلازم أخدك ونسافر من هنا، وبعدين نبقى نتصل على خالي ونطمنه. أرجوك يا منير، عايز أشوف بابا ولو مرة أخيرة. خلاص هاخدك نشوفه ونمشي. قال كده بقلة حيلة بسبب إصرارها. وبعد شوية وصل منير للحارة اللي ساكن فيها أحمد والد فرح، فنزلت هي ومنير ولاحظوا إن كل اللي في الحارة بيبص لهم بنظرات غريبة وغير مفهومة على الإطلاق. فطلعت لشقتهم وخبطت على الباب، خبطت كتير ولكن بدون رد. فنزلوا تاني لتحت ولقوا محروس اللي واقف في ورشته، فقال منير وهو بيقرب منه أمال فين خالي يا محروس؟ بقالنا ساعة بنخبط عليه ومفيش حد بيرد. بس محروس لفرح بحزن وما ردش، فاتكلمت فرح بتوتر وقالت في ايه يا محروس؟ ما بتردش ليه؟ بابا فين؟ عمي احمد، تعيشوا انتوا. بصت فرح ومنير لمحروس بدون ما يصدقوا كلامه، وقربت فرح منه بصدمة وهي بتقول لا بابا ما ماتش وانت بتكذب. استني يا فرح، ايه اللي حصل يا محروس؟ كل اللي في الحارة بيلسنوا على فرح بالكلام، وبيقولوا ان فرح كانت ماشية مع فارس، وان هو ما اعتداش عليها وكان بمزاجها، وانها حطت راس اهلها في الطين، ولما فرح حملت وامها عرفت ما استحملتش وماتت، وعشان كده ابوها جوزها له عشان يداري على فضيحة بنته. وطبعا عم احمد ما استحملش كلام الناس ونظرتهم لي، فطب ساكت. ما تحملتش فرح كلام محروس ووقعت على الارض وهي مغمى عليها، فصرخ منير ومحروس في نفس الوقت وهم بينادوا باسمها، وكان محروس هيشيل فرح، ولكن اخبروا منير بانه دكتور وانه هياخدها لمكان امن، فشالها منير وركبها مع عربيته وتوجهوا لفندق صغير بعيد عن الانظار، واتصل على بعض الاصدقاء والشخصيات المهمة عشان يزوروا اوراق لسفرها، وفعلا قاموا بمساعدته وعملوا جواز سفر وفيزا عشان تقدر فرح تسافر معاه. وبعد كده رجع منير للفندق ولقاها نايمة، فخاف جدا وقرب منها واتطمن لما لقاها بتتنفس طبيعي، وراح ونام في البلكونة. وفي اليوم التاني صحى منير ولكن لقى فرح قاعدة على السرير وهي ضم ركبتها، فقعد منير جنبها واتكلم وقال فرح مش عايزك تقلقي، انا معاكي ومش هسيبك، انا جهزتلك ورقك وهتسافري معايا. قال لها كده ولكنها ما جاوبتش عليه، فحس منير انها مش عايزة تتكلم، وقام وحضر الشنط وجهز كل حاجة للسفر. وبعد ما انتهى اتوجهوا للمطار، ولقى منير صديقه في انتظاره ومعه أوراق السفر وأخدها وركب في أول طيارة رايحة لأستراليا. وبعد وقت وصلوا لأستراليا، وطول وقت السفر ما تكلمتش فرح ولا كلمة، وحاول منير أكتر من مرة إن يخليها تتكلم ولكن بدون فايدة، عينيها بتلمع من الدموع بصمت رهيب. وأخد منير فرح لبيته اللي ساكن فيه مع والدته وأخته الصغيرة، فدخل منير للبيت ومعه فرح وهي لسه ساكتة وكأنها في عالم تاني مش حاسة بأي حاجة. فنادى منير سيرين سيرين أنا جيت. جريت سيرين على صوت أخوها وحضنته وقالت كده يا منير، أنت وماما تسافروا وتسيبوني لوحدي، وأنت يا أستاذ تسافر من غير ما تقولي.
تعالوا بقى نتعرف على سيرين. سيرين أخت منير الصغيرة، عندها 24 سنة، مهندسة وبتحب شغلها قوي ومش بتحب الارتباط نهائي، وشايفة إنه وجع دماغ وإنه كده حلو خالص. سيرين بتشبه منير قوي، وارسين الطيبة والأخلاق والتفكير وبرضو العصبية من باباها، وبيختلفوا تماما عن مامتهم اللي مفيش في بالها غير الفلوس، لكن هما أهم حاجة عندهم المبدأ والأخلاق. وبنرجع تاني لما انتبهت سيرين بأن في حد واقف معاهم، فبصت لفرح بتعجب ورجعت بصت لأخوها وقالت: ايه ده انت رايح مصر لوحدك وراجع بمزة؟ اوعى تقولي انك اتجوزت. اتجوزت ايه يا هبلة، دي فرح بنت خالك احمد. سيرين بصدمة وسعادة في نفس الوقت: دي فرح بجد؟ قالت كده وجريت عليها وهي بتحضنها، ولكن فرح واقفة زي الصنم. فرجعت سيرين للخلف وبصت لها باستغراب، لأنه مش ظاهر عليها أي علامات السعادة أو حتى الحزن، فقط بتبص للا شيء. فقربت من أخوها وهي بتهمس له وبتقول: هو في إيه؟ هي مالها مبلمة كده ليه؟ هي خرسة وعمية كمان صح؟ فشاور منير لسيرين بأن تستنى دقايق وقال: بصي خدي فرح دخليها أوضتك وخليها تغير هدومها وتعالي هفهم. وفعلا قامت سيرين وعملت كل اللي قاله أخوها، أما فرح فمش مستجيبة لأي شيء. ورجعت سيرين تاني لعند منير وقالت: هو في ايه يا ابني؟ هي مالها البت دي؟ وبعدين بديها هدوم وبقول لها غيري هدومك والبسي، مش بترد عليا ولا كأني موجودة اصلا. اقعدي بس وهقولك كل حاجة. حكالها منير كل حاجة من لما وصل مصر لحد ما سافروا ورجعوا استراليا تاني. فاتكلمت بحزن: يا لهوي ده كله حصل لها، وازاي مستحملة ده كله لدلوقت؟ طب فارس كده مات؟ مش عارف، انا لما شفته غرقان في دمه وفرح جنبه ما فكرتش غير ان اخدها واهرب بيها. بس لو لسه عايش مش هيسيب فرح في حالها. ما اعتقدش ان هو عايش، ولو عايش مش هيقدر يلمس منها شعرايه واحده. فرح بقت في حمايتي. وماما يا منير مش ناويه تيجي ولا حابه تفضل قاعده في مصر؟ المصيبه ان ماما واقفه مع خالك سالم وابنه، يعني هي عادتها ولا هتغيرها؟ هي اكيد بتعمل كده علشان تورث من خالك. تعرف انا عارفه ان فارس طول عمره بتاع بنات وندل واطي، بس ما تخيلتش ان النداله توصل بيه لحد كده. مش عارف يا سيرين اطلع فرح من الحاله اللي وصلت لها دي، ومش عارف اعمل ايه. بص فرح محتاجه دكتور نفسي. يعني انت يا منير ما عندكش اصحاب دكاتره نفسيين؟ تصدقي فكره، هتصل على سليم ده صاحبي ودكتور نفسي كويس. مستني ايه؟ اتصل بيه خليه يجي. وبالفعل اتصل منير بسليم صاحبه، وبعد ساعة جه سليم واستقبله صاحبه وقال: انا اسف يا سليم لو جبتك بالطريقة دي، بس في حالة مستعجلة. انتهبل يا ابني، ده احنا عشرة. وحكاله منير حالة فرح من اول الاغتصاب لحد القتل وموت والديها بسبب اللي حصل. فاتكلم سليم وقال: طب ممكن تدخلني عندها وبعدها اشخص حالتها؟ طبعا اتفضل. واخد منير سليم ودخلوا الفرح، وطلب سليم بان يسيبهم لوحدهم، فخرج وسابوا مع فرح. فاتكلمت سيرين وقالت: ما تقلقش فرح هتبقى كويسة. خايف عليها قوي، خالي وصاني عليها وكأنه كان حاسس انه هيموت. وبعد فترة خرج سليم من أوضة فرح واتكلم وقال: بص يا منير، فرح جات لها صدمة عصبية. يعني لما حصل الاغتصاب وبعدين موت والدتها، العقل خزن الذكريات المؤلمة دي، ولما ضربت فارس بالسكين حست بخوف وفي نفس الوقت انتصار كبير، بس موت أبوها كسرها. وطبعا الأحداث دي كلها فضل المخ يخزنها،
لحد ما حصلت لها الصدمة دي، وطبعا كده خطر عليها جدا، وحاليا ما نعرفش عقلها ممكن يصور لها ايه تاني، يعني ممكن تحاول الانتحار مثلا، وممكن تأذي حد، وعشان كده لازم تتأهل لمستشفى نفسية وعصبية، وهناك هيهتموا بيها وكمان هيساعدوها تخرج من الصدمة دي. طب ما انت شغال في مستشفى نفسية يا سليم، ممكن ندخلها فيها؟ عادي، جهز ورقها وكل حاجة، وانا هتكفل بحالتها دي، خصوصا انك قلتلي انها حامل وده خطر عليها جدا، عشان كده حاول تخلص الاجراءات بسرعة. خلاص يا سليم، في اقرب وقت هكون مجهز كل حاجة. قال كده وسلم على سليم وشكره على تعبه معاه، فقال سليم ما تقولش كده، انا تحت الخدمة. وصادف سيرين وهو خارج واللي قالت نورتنا يا دكتور، سلم عليها بإعجاب شديد، فدي أول مرة يشوفها وشكرها ومشي. وبعد شوية جه اتصال لسيرين، فجريت بسرعة لأخوها منير وهي بتقول الحق يا منير، ماما بتتصل، هقول لها إيه لو سألت عليك؟ بصي ردي، ولو سألتك عليا قولي لها إنك ما تعرفيش حاجة عني، بس لو عرفتي تعرفي أي تفاصيل عن حالة فارس دلوقتي يبقى كويس جدا. ففتحت سيرين التليفون بتوتر، وفتحت السبيكر عشان يسمع أخوها، وردت وقالت أيوة يا مامتي وحشاني قوي. فردت بهية بغضب ولحد هنا خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه ما خلصتش. يا ترى فارس عايش ولا مات؟ ولو مات تفتكروا ايه هيكون موقف فرح ومنير؟ وهل فرح هتقدر تستوعب نفسيا كل الاحداث الصعبة اللي بتحصل لها دي ورا بعض ولا لا؟ اكتبوا لي توقعاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو واشتراك في القناة لو انت مش مشترك فيها، فهيفرحني اشتراكك جدا وانضمامك لعيلتنا. بحبكوا قوي، مع السلامة.